في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ده معناه ان مهما حصل ومهما كنت لازم هتقع في الذنوب، لاننا بشر والبشر مخلوقين عندهم عقل وشهوة، لكن لو ما اذنبناش لأي سبب فالرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف علينا من حاجة أشد من الذنب، ألا وهي العجب اللي هو الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من الذنب وهو العجب. نفهم من كده إننا لازم هنغلط، ده طبيعي جدا، بس اللي مش طبيعي إننا نقع في الذنب ونصر عليه. والإصرار على الذنب يعني إنك عارف إن الحاجة دي حرام وبكامل إرادتك بتكررها وبتعملها ومفيش توبة ولا ندم عليها. وممكن يبقى في بالك كمان كده: يا عم الذنب ده يعني مش حوار يعني. تعرف إيه ليفل الوحش بقى هنا اللي هو خرق قوانين المنطق كلها؟ ده بقى اللي إحنا نقدر نقول عليه إنه هو في مصيبة كبيرة. الشخص ده بقى اللي هو يعمل المعصية ويصر عليها، ومش بس كده، ده يجاهر بيها وممكن يدعو الناس انهم يعملوها زيه. بنت خلعت الحجاب تكتب على صفحتها: باركولي يا جماعة خلعت الحجاب وتحررت. اتحرروا بقى من قطعة القماش دي، قطعة القماش دي مش هي الدين. ولا شاب بيشوف اباحياته بيحللها باي شكل كان، دي ثقافة لازم تخلي بالك منها، دي خمسة ترويحة، ده الزمن وحش فلازم تصبيره وحاجة كده تحمسك، ويدع اصحابه وحبايبه ويبعتوا لبعض الحاجة وينزلها على المواقع وليلة طويلة. انت متخيل؟ ده انت مش بتاخد ذنبك بس، تعال اشبهها لك بحاجة تفهمك شوية. تعرف الناس بياعين الهوا بتوع التسويق الشبكي؟ ايوه بالظبط، اللي هو يقول لك انت هتجيب اتنين وكل واحد تحتك يجيب اتنين وهتكونوا شجره، والشجره دي شغاله تحتك من غير ما تعمل اي حاجه. شايف الشجره دي بقى؟ انت بتعمل كده بالظبط. تخيل بقى كده لما ربنا يكرمك وتودعنا كده بالصلاه على النبي، الشجره اللي انت عاملها هتفضل شغاله، الصوره ولا الفيديو اللي انت بعتها شغاله بتتبعت وبتتشير على المواقع وملايين بيشوفوها. فاكره البوست اللي دعيتي فيه البنات انهم يخلعوا حجابهم ولا يشجعهم بس كده؟ البوست ده بيتشير وبيتشاف من ملايين الناس، اللي في منهم كتير لهم نفس العقلية، مستنين بس حد يديهم حباية شجاعة بس وياخدوا الخطوة. ده بقى يا سيدي ليفل الوحش اللي هو مستبيع كل حاجة. اوعى تكون الشخص ده. نرجع لموضوعنا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني قال: إن عبدا أذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب فليفعل عبدي ما شاء. خلي بالك، فليفعل عبدي ما شاء دي مش معناها إنك تروح بقى تعمل أي حاجة بمزاجك ولما تفرج بقى يعني إن شاء الله تتوب، لا، ده معناها طول ما بتعمل الذنب والتوب ينطبق عليك القول ده. لكن واحد بقى فكيك كده يجي يقولك: طب ما أعمل شوية ذنوب كده وبعدين بتوب بعدها، مش حوار يعني. ده كلام ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن المقصود بالذنب اللي هو وقع فيه ده إن هو وقع فيه غصب عنه بعد عناء ومقاومة، خلاص يعني الشهوة غلبته. وقتها لما يتوب ويندم ويبقى عنده العزيمة انه ما يرجعش للذنب ده تاني، ربنا يغفر ليه الذنب مهما تكرر ومهما وقع فيه. عظيم جدا يا سيدنا. ايه بقى المغزى من ده كله؟ الفيديو ده كله علشان الرسالة البسيطة دي: مهما وصلت ذنوبك لأي درجة، اوعى تيأس من رحمة الله، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. واعترف الذنب مرة يبقى توب واستغفر ربنا عز وجل، واعمل حسنة على طول بعدها. الشيطان غلبك مرة، اغلبه مرتين. اهتم بعلاقتك مع ربنا تلاقي كل الجوانب التانية انصلحت. واخر نصيحة: خلي دايما في سر بينك وبين ربنا عز وجل محدش يعرفه ابدا. بس يا سيدي، دي تذكرة سريعة ليك وبداية رجوعنا ان شاء الله بعد غياب 6 شهور كاملين. الفترة الجاية ان شاء الله هيكون في تطورات واضافات كتير باذن الله. هنفضل شغالين على سلسلة معراج في معادها الاساسي اللي هو يوم الاربعاء الساعة 8 بالليل على اليوتيوب، وان شاء الله قريب جدا هنبدأ سلسلة جديدة عن التكنولوجيا، طبعا ده بحكم مجالي وتخصصي، هنبدأ فيه من تحت خالص للناس اللي ما تعرفش اي حاجة عن التكنولوجيا ولا البرمجة ولا متابعة التطورات اللي بتحصل والذكاء الاصطناعي والليلة دي كلها. كل المفاهيم دي ان شاء الله هتوضح لكم في السلسلة الجديدة. فياريت بقى في الكومنتات كده، سواء فيس او تويتر او يوتيوب، تقول لنا كده ايه اقتراحاتك للموضوعات اللي حابب اننا نتكلم عنها، سواء في معراج او السلسلة الجديدة اللي هنعملها عن التكنولوجيا. لو عندك اي سؤال بقى او اي اضافة تقدر تساعدنا بيها، ما تبخلش طبعا علينا في الكومنتات. وطبعا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب على اليوتيوب، وتبعت الفيديو لاصحابك والمنشنات والليلة دي كلها، يعني دي حاجات بتساعدنا اننا نكمل ان شاء الله. بس كده يا سيدي، سلام عليكم.